السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. جوله من الاخبار السريعه للاعبي المنتخب الوطني الذين شاركوا اليوم في منافسات الدوري الاوروبي الاوروبا ليج، حيث مقابله ليستر سيتي الذي مع ايك اثينا ضد ايك اثينا اليوناني. لم تشهد في القائمه لاعبي ليستر سيتي حضور اللاعب الدوري الجزائري اسلام سيماني، وبالتالي غياب اسلام سيماني لثاني مقابله مع نادي ليستر سيتي، حيث انه اصبح خارج قائمه الفريق ليستر سيتي، ممكن نظرا الى عدم الجاهزيه البدنيه للاعب الدولي الجزائري اسلام سيماني. نتمنى له ان شاء الله التوفيق، ونتمنى له عوده ان شاء الله قويه مع ناديه ليستر سيتي. اما المقابله الاخرى اللي ايضا شارك فيها اللاعب الدولي الجزائري اسحاق بالفضيل، وسجل هدف وقدم مقابله مقبوله جدا، حيث انه فريقه هوفنهايم دخل المقابله بتشكيله 3-5-2. اسحاق بالفضيل ادى مقابله مقبوله جدا، خاصه في الشوط الاول، وسجل هدف من ضربه جزاء. وايضا اسحاق بالفضيل قدم مقابله مقبوله جدا جدا جدا. ايضا اسحاق بالفضيل في الشوط الثاني حاول عديد من المرات حاول انه يهدد مرمى الفريق الجانت البلجيكي، مما اثمر على تقديمه لتمريره بعد مراوغته للاعبين اثنين من دفاع جانت البلجيكي، تمريره حاسمه سجل زميله هدف رائع ممتاز. تحصل اسحاق بالفضيل على تنقيط 7.4 حسب موقع سوفا سكور، ثاني احسن لاعب في فريقه. اما موقع هوسكورد فاعطاه تنقيط 7.8. اذا عوده موفقه للدوري الجزائري اسحاق بالفضيل، نتمنى له ان شاء الله مزيد من العطاءات ومزيد من نتمنى له مزيد من التوفيق. اللاعب الثاني المايسترو اسماعيل بن ناصر اللي واجه فريق سبارتاك براغ التشيكي، حيث انه اسماعيل بن ناصر لعب فريقه ميلان بتشكيله عفوا بطريقه 4-2-3-1، خطة 4-2-3-1. اسماعيل بن ناصر قدم في الشوط الأول شوط مقبول جدا، رغم انه مقابلة في الشوط الأول عرفت يعني نوع من التحفظ طغى عليها الطابع الدفاعي لنادي سبارتاك براغا، حيث كان متحفظ وكان يلعب بكتلة عددية كبيرة في الدفاع. الشيء هذا اللي يبين انه مثل تشاهدوا في الصوره، لما صعد اسماعيل بن ناصر في الامام كمهاجم يعني يساعد في الهجوم، مثل ما تبين الصوره انه مهاجم، لكن للاسف انه اربع لاعبين من الميلان ضد سبع لاعبين من سبارتاك براغ، يعني كثافه دفاعيه لنادي سبارتاك براغ، وبالتالي كما قلت طغى عليها الطابع الدفاعي اكثر من نادي سبارتاك براغ، رغم هذا انه ميلان سجل هدف اول في الشوط الاول. ايضا حاول انه زلاتان ابراهيموفيتش يعطي كره لاسماعيل بن ناصر، لكن دائما دفاع 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 بكثره. اما الشوط الثاني عرف انفراجه بسبب ماذا؟ بسبب التمريرات السحرية لإسماعيل بن ناصر. إسماعيل بن ناصر ساهم في الكرة اللي جاء منها الهدف الثاني اللي أعطاها اللاعب رقم 5 إلى لياو اللي سجل الهدف الثاني. من بعدها أعطى كرة مليمترية للاعب البرتغالي رقم 5 اللي سجل هدف من قبل حتى منتصف الميدان، من قبل منتصف الميدان أعطاه كرة سحرية مليمترية للمهاجم، اسيست ولا اروع من اسماعيل بن ناصر مايسترو الميلان. اسماعيل بن ناصر حسب موقع هوسكورد تحصل على 8.5 ثاني احسن لاعب في المقابله، وحسب موقع سوفا سكور ايضا تحصل على 7.9 ثاني احسن لاعب في المقابله. اذا مهم الفوز هذا نتاع الميلان، ونتمنى كل التوفيق لاسماعيل بن ناصر
لإسحاق بن فضيل، إسلام سليماني وكل لاعبي المنتخب الوطني. ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.